في يوليو سنة 1994 كان في مذنب ضخم جدا اسمه شوميكر ليفي 9. لقوا الحسابات الفلكية بتقول ان مسار المذنب ده هيتعارض مع مسار كوكب المشتري، يعني ببساطة ان المذنب هيخبط او يصطدم بكوكب المشتري. المذنب شوميكر ليفي 9 ده كان تم اكتشافه في مارس 1993 وكان قطره حوالي 2 كيلو متر. اتحولت وقتها كل المراصد وكل عيون الفلكيين في العالم عشان تتتبع وترصد رحلة المذنب ده وهو بيخبط او بيصطدم بكوكب المشتري. وفعلا يا مؤمن سبحان الله، يوم 16 يوليو 1994 المذنب ده وقع بين قوتين بيسموها التايدال فورس، قوة جذب المشتري من ناحية وقوة جذب الشمس من ناحية تانية. طبعا هوب المذنب اتمزق واتقطع ل 21 جزء صغير جدا ووقعوا كلهم على المشتري. وبعض الحسابات بتقول ان المذنب ده لو ما كانش المشتري موجود كان ممكن وقع على كوكب الارض، فالمشتري يعتبر درع واقي لينا احنا ككوكب الارض. وهنا ممكن نقول ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المشتري فعلا لينا سقفا محفوظة بالظبط زي الغلاف الجوي الارضي. مش ربنا قال واجعلنا السماء سقفا محفوظة؟ فالغلاف الجوي الارضي سقفا محفوظة، وفي الحالة دي او في الواقعة دي بالذات واللي ممكن تتأكدوا منها ان المشتري كمان يعتبر سقفا محفوظة. سبحان الله.